ننتقل أيضا إلى خبر آخر وحمدك. السودان مؤهل للحفاء من الديور. قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أمس الخميس إن السودان مؤهل للإعفاء من الديون، وهو الأمر الذي أمن عليه محافظو المجلس، والذين أضافوا بأن إجراءات استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون هي مسألة وقت. واستعرض حمدوك خلال حفل الغداء الذي أقامه على شرفه مجلس محافظي البنك الدولي وذلك بمبنى البنك وبمشاركة الوفد الوزاري المرافق تطورات الأوضاع في السودان بالتركيز على الوضع الاقتصادي، وألقى الضوء على الأولويات التي تبنتها حكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك المعالجات الموضوعة للسيطرة على التضخم وإزالة التشوهات في النظام الضريبي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. نعم، مسألة الديون في الحقيقة ينبغي الإشارة إلى أن هنالك دراسات عدة أجريت فيما يتعلق بكيفية معالجة ديون السودان، لأن هذه الديون شكلت عائقا لانسياب القروض والتسهيلات للسودان، مما جعل إحدى تداعيات ذلك هو هذا الأمر الذي نعاني منه في المشكلة الاقتصادي، تضخما وارتفاعا في كثير من السلع الضرورية، كل شيء. نعم، كل شيء. لكن أود أن أشير هنا إلى أهمية الذهاب إلى هذه المؤسسات بدراسات يعني مؤصلة مكتوبة تقدم لهذه الجهات، حتى لا يكون حديث اجتماعات ما انفض سامر تلك الاجتماعات لا نعرف ماذا سيحدث. نحتاج لأمرين: الأمر الأول أن تكون هنالك دراسات مقدمة حتى تنظر فيها المنظومات المالية سواء كانت الدولية أو الإقليمية. الأمر الثاني أن يكون هنالك فريق متابعة كل فترة يتابع ماذا حدث ويرفع تقريرا إلى دولة رئيس الوزراء حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات. قبل أن أنهي هذا الأمر أود أيضا أن أشير إلى دراسة أجراها الأخ الدكتور التجان الطيب إبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية في العهد الديمقراطي برئاسة السيد الصادق المهدي. هذه الدراسة تحدثت بصورة كثيفة عن كيفية معالجة الديون، وأجريت معه حوار في صحيفة الانتباه قبل بضعة أشهر، تحدث فيه precisely يعني بدقة عن كيف يمكن الدول خاصة الدول الخليجية أن تساهم إسهاما فاعلا في تخفيف أعباء الديون ومعالجة مشكلة الديون السودانية بطريقة علمية. ليت رئيس الوزراء وجه وزارة المالية للاستفادة من مثل هذه الدراسات ومثل هذه الرؤى الاقتصادية التي تعنى بمعالجة قضايا شائكة يعاني منها ليس الاقتصاد السوداني فحسب، بل يعاني منها الإنسان السوداني بصورة كاملة.